السلام عليكم الأصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم لي كومبوزيسيون ديال الفروي او لي زورغان اللي كاين في الفروي، يعني الاسماء ديالهم اون فرونسي. بالنسبه لهاد الوريقات هادو او هاد النجيمه هادي كتسمى الكاليس، الكاليس اون فرونسي. بالنسبه لهاد العود او هاد الاورغان هذا او هاد العضو كيتسمى البيدونكيل، هذا اللي مرتبط بالفروي كيتسمى البيدونكيل. وبالنسبه لهاد الحبيبات او هاد اللي كنقولوا لهم حنا الزريعه كيتسموا ليزاكين، ليزاكين اون فرونسي. وبالنسبه لهاد الدائره اللي مرتبط بها هاد الدائره هذه اللي فيها الكاليس وفيها البيدونكيل كتسمى الكابيتيل. كنتمنى نكون قدمت لكم بعض المعلومات اللي تعود عليكم بنفع وتكون معلومات جديده عندكم. Thank you.